خير عليكم حبايبي، كيف حالكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله بخير وكويسين. والله اليوم لقيت روحي مكزه وفاضيه، قلت ندير لكم كعك المقروض بطريقه سهله وبسيطه. عندنا هنا كوبايه زيت وكشي كبير من السكر ونص كوبايه من ميه الزهر او ميه الورد وكوبايتين من السميد وكشي صغير من البيكنج باودر والدقيق. انا ضفت كوبايه يعني في البدايه لأن الدقيق يختلف من نوع الآخر. نضرب المكونات كلها في ست البيت أو الخلاط. والله نحاول نسهل عليكم يعني الحاجات أو الوصفات، يعني خير من سريب المواعين وكي. المهم بعدين هنا خلاص ضربتها في ست البيت، حسيت أنها محتاج دقيق، ضفت شوية من الدقيق تقريبا نص كوباية يعني. بعدين عجنتها أخرى وخليت العجينة يعني تريح 10 دقايق عندما نجهز التمر. جهزت التمر، درتها في شوية زيت على النار ودرتها هكي طويل يعني. بعدين خديت المفروض هذه بتاع الخضروات لأن الأخرى تقطعت مخرج السيليكون، استخدمت الموس تقطع، استخدمت هذه بتاع الخضروات وخلاص. المهم درت العجينة هكي بالطول وحطيت التمر النص وسكرت عليه، وبعدين قطعتها كي 4 أو 3 وكل وحدة درتها كعكة على حسب عتبوها، كعكة كبيرة كعكة صغيرة. واستخدمت المنقاش طبعا. طريقة المقروض هذه سهلة، في ناس مثلا يخلوه عند تاني يوم يستخدموه يبات تاني يوم، ما نعرفش عليش الصرف هيك. نحب نستخدمه وقتي يعني وطعمه جا حلو يعني، انتو تشوفوا في نهاية الفيديو. درتها كلها كي بالمنقاش، حاولت ان نوريكم الصورة تقعد واضحة. والكوشة درت على درجة حرارة 170 في اول رف، ولعت عليه يعني من تحت اول ما طاب من تحت، ولعت من فوق خدا 10 دقايق من فوق ما طولش. وكنت مجهزة طبعا العسل. لما طلع من الكوشة هو المقروض كان مسقع، خليته لما يبرد يعني، والعسل كان ساخن. ضفت العسل كله ورشيت فوق الوج الجلجلان او السمسم، هذا ما نعرفش خش في النص يطرطش كي وخلص. المهم بعدين انا حطيتها في الاوراق الكب كيك الصغيرات وقلت نجهزه فنجان قهوة. عارفين والله كنت ما نحب هالقهوة ودي لي هبوط في الضغط، بعدت فيها عليها نحب هالقهوة تقعد زيادة. المهم انا حطيت الهنية بتاعت الغازة دي العين اللي فوق ولا منعرفش. عندنا القهوة نعدل بيها راسي بعد الحوصة والمواعين، ونشوفكم حبيبي فيديو جديد ونستنى تعليقاتكم الحلوة. ومع السلامة.